طريقا ليس لك، ولا تضع نفسك في المكان الخاطئ وتغضب إذا لم يقدروك. من يعرف قيمتك سيقدرك حتما، فاختر في أي مكان يجب أن تكون. حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج المحطة. خليني أرحب بضيوفي الأكارم. ضيوفي لهذه الحلقة مختلفين، لديهم يعني سيرة ذاتية جميلة جدا وفيها الكثير من الأمور اللي نفخر بها. خليني أرحب بضيفي الأول الدكتور منير حميد السعدي، رئيس جامعة بغداد. حياك الله ورمضان كريم عليك. حياك الله دكتور، ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا ضيفي الثاني هو الدكتور حميد التميمي، رئيس الجامعة المستنصرية. حياك الله دكتور ورمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وعلى السادة المشاهدين. شكرا جزيلا. أيضا ضيفي الثالث هو الدكتور أحمد الغبار، رئيس الجامعة التكنولوجية. حياك الله دكتور ورمضان كريم عليك. حياك الله، شكرا جزيلا للاستضافة، ورمضان كريم على الجميع. شكرا جزيلا. ضيفي الرابع هو الدكتور مازن الحسني، رئيس جامعة واسط. حياك الله ورمضان. حياكم الله ورمضان كريم ومبارك عليكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا مثل ما قلت في بداية الحلقة، كل شخصية من الشخصيات اللي جالسة أمامي لديها سي في يعني طويل، لكن نختصر منا بعض المعلومات حتى المشاهدين ومن يرانا يعرف بعض المعلومات عن حضراتكم. نبدي مع يعني ضيفي اللي لازم يعني أبدي منك، لأنه إحنا اليوم الشباب كل ما يشوفون شخصية أمامهم عندها تاريخ وكذا يعتبروها قدوة لهم. فاليوم دكتور هندسة ميكانيكية وولدت في كربلاء، صح؟ تمام. ماذا حملت من كربلاء إلى بغداد؟ شكرا جزيلا ست دكتور. الحقيقة أنا نشأت في محافظة كربلاء في دراستي الأولية لحد الإعدادية، وبعدها قبلت في الجامعة التكنولوجية. نعم. وانتقلت إلى بغداد. كانت الحقيقة الحياة مختلفة نوعا ما عن ما هي عليه الآن. كان الترابط الأسري وكان الحرص العائلة في تلك الأيام. قضينا 4 سنوات بجد واجتهاد وتعب الحمد لله، بس كانت هنالك دائما وياها مخاوف من الوضع العام دائما. بعدها حقيقة عندما يتخرج الشخص يدخل معترك الحياة، كان أول محطة به هو الخدمة العسكرية في وقتها، ويعني الحمد لله مضت بشكل طيب ودخلت معترك هالمرة الدراسات العليا، ولله الحمد أكملت الماجستير. أيضا كنت رئيس جامعة كربلاء والعين، فأكو يعني بكل جامعة لها روحيتها الخاصة. يعني الحقيقة أنا تكلفت رئيس لجامعة كربلاء عام 2013. نعم. أمضيت 6 سنوات في رئاسة جامعة كربلاء، وكانت تجربة مميزة حقيقة على محاور مختلفة. بعد ما انتهى تكليفي من مهام جامعة كربلاء، كان هنالك اتفاق أن أترأس جامعة العين في محافظة ديقار، وكانت تجربة كذلك مميزة بمحاورها، أنه كان هو جامعة فتية مستحدثة فيها كوامن كثير للنجاح والتطور. نفس الوقت كانت هنالك أحداث تشرين، وكانت كما تعلمون الناصرية تحديات كثيرة، تحديات كثيرة. بعدها الحقيقة بعد مضي سنة في جامعة العين انتقلت إلى جامعة بغداد وكلفت برئاسة الجامعة منذ الشهر 8 لعام 2020. إن شاء الله انتقدها، وإن شاء الله يعني تعلى أكثر وأكثر جامعة بغداد ونشوفها في محافل الجامعات المرموقة. خليني أروح لدكتور حميد. سيفي بسيط عنك، هو علوم سياسية، وعندك مقولة أريد تشرح لي إياها. المقولة تقول التدريس هو عملية بحث ديناميكية تعزز البنى العلمية لطرفي المعادلة، المدرس والطالب، وتولد آفاقا معرفية من خلال الحوار الفكري الخلاق بين طرفي المعادلة. أريد توضيح لي هذه المقولة، وهذه المقولة موجودة حاليا. شكرا جزيلا، تحية لحضرتك وللزملاء الأساتذة الأفاضل والأستاذ المشاهدين الكرام.
وشكرا على هذه الاستضافة. بالتأكيد أجواء رمضان يعني أجواء تكون مفعمة بالحيوية، مفعمة بجوانب إيمانية كبيرة، فشكرا لهذا اللقاء. يعني بالتأكيد التدريس هي مهمة بقدر ما هي شاقة هي جميلة، وتقوم على مبدأ أساس هو دائما الإنسان يبحث عن الجديد، يعني دائما لا تقف عند ثابت في العلوم، العلوم دائما متطورة متجددة، دائما كل إنسان يبحث عن شيء جديد. فأني حديثي دائما بأنه هذه العلوم متحركة. إحنا ربما قد أكون الوحيد من السادة رؤساء الجامعات وتخصصي إنساني، والتخصصات الإنسانية عادة مساحة التجديد فيها أقل من الجوانب العلمية، بحكم أنه ربما الأفكار تحتاج وقت طويل حتى تتغير، بعكس النظريات، بعكس التجارب العلمية، يمكن تظهر اليوم نظرية تلقى بعد أيام أو بعد أشهر قابلة للتغيير. لكن إحنا لحد الآن لازلنا نعتبر مثلا أفلاطون أو أرسطو أو قبلهما سقراط يعتبر لحد هذا اليوم نظرياتهم لا زالت يجعل من عدها الكثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية أساس للكثير من المنطلقات. ربما أني في يعني في العلوم السياسية، يعني أنا كنت فيها جامعة بغداد، كنت طالب بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وأيضا تدريسي فيها، فأيضا اختصيت في مادة تتعلق بالفلسفة السياسية اللي تتعلق باليونان والرومان وكثير من الأفكار التأسيسية. دائما واجهتني صعوبة بأنه هذه الأفكار ما الذي يمكن أن تضيف أفكار أفلاطون وأرسطو وكثير من المفكرين اليونان كشيشرون وسينيكا وغيرهم من المفكرين. أنا كنت دائما أبحث عن شيء يجعل الطالب يتفاعل مع الأستاذ، هذه ليست أفكار يعني قديمة، يعني مادة يعني شلون مثلا جامدة. نقول جامدة، نعم، ولا نمطية، الطالب ما يستوعبها بسهولة ولا نمطية، هو أنت كيف تجعل الطالب يترقب منك شيء جديد. فدائما كنت أبحث عن ذلك وجعلته فعلا وفق هذه المقولة أساس ومنطلق ومنهاج للعمل. نروح على دكتور أحمد. يمكن يعني بالكواليس قلت لك حلو إنه الشخص بنفس المكان يدرس في نفس المكان ويكون رئيسا لنفس المكان. أنت أصلا خريج الجامعة التكنولوجية ورئيسها، وأكيد من 2019 ولحد الآن، نعم، فهذا الوقت يعني طويل. الجلسات أكيد الشبابية من كنت تجلسون سوية بأروقة الجامعة وهاي يدور بيناتكم حديث، هل في يوم من الأيام يعني تكلمت أنه أنا في يوم من الأيام راح أكون رئيس هذه الجامعة؟ يعني شكرا جزيلا الجنابج للاستضافة الكريمة، شكرا للسيدات والسادة المشاهدين ولضيوفك الأساتذة الأعزاء والأخوة رؤساء الجامعات. حقيقة يعني مثل ما تكلمنا بالكواليس، أنا حبيبتي الأولى هي الجامعة التكنولوجية حقيقة، يعني دخلتها طالب سنة 91-92 حتى الآن أتذكر. حبيبتي الأولى؟ لا 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 لا، أنا مصر عليها، لا لا أنا مصر عليها، أنا مصر عليها وأبقى حقيقة، وتبقى الجامعة التكنولوجية حقيقة في القلب، هي منبر للعلم لكل من دخلها ومر بيها، وهذه حقيقة معروفة يعني. وجنابك يمكن أشرتي لها قبل خوضنا في الحديث، أنا دخلتها كطالب سنة 92 العام الدراسي، وتخرجت منها بكالوريوس سنة 95، وثم دخلت الماجستير سنة 96 وتخرجت منها سنة 2000. خريج الإعدادية المركزية؟ أنا خريج الإعدادية المركزية أقسام اللغة الفرنسية، كنت يعني من الأوائل في اللغة الفرنسية للأسف، لكن فقدت هذه اللغة بعد فترة حقيقة، راح أقول لك ليش طبعا. النقطة أنه أنا تعينت مباشرة في الجامعة، يعني تخرجت كما أشرت سنة 2000 كماجستير، تعينت سنة 2001 في نفس الجامعة، وبديت أتبوأ بالمناصب القيادية في نفس الجامعة اعتبارا من سنة 2004 كنت مدير تسجيل الجامعة، مدير قسم شؤون الطلبة، وثم صرت يعني حانت لي فرصة أنه أكمل دراستي خارج البلد، نعم، بمنحة دراسية مدفوعة التكاليف من جمهورية ألمانيا الاتحادية، نعم، والحمد لله عدت إلى أرض الوطن سنة 2011
ومستمر في خدمه جامعتي انا من يعني من سنه 2000 انقطعت هذه الفتره. بس بالتالي هذا الشيء يولد عندك اصرار انه انت كنت طالب بالجامعه فتعرف شنو الهفوات وشنو الامور اللي يراد لها تعديل وشنو. انا دائما اللي يسالني او اللي يعني حاليا اقود العمل كرئيس جامعه مرات بعض التدريسين بعض الموظفين يجي يتخيل انه اني ما اعرف فد معلومه معينه موجوده بالجامعه، اقول له هذه الجامعه انا اعرفها قطعه قطعه، شجره حافظها شجره شجره وحافظها ممر ممر. حقيقه هي الجامعه التكنولوجيه تتميز كونها جامعه صغيره حقيقه في وسط بغداد في قلب بغداد، ما بيها كثير من التفاصيل، ولذلك تشوفين حب الانتماء دائما الها انه هذه التفاصيل تمر على اغلب الطلبه، يعني سنترها ثابت و مثل ما اشرت ذكرياتها ثابته حقيقه، لذلك تولد عندك روح عند المرور في الجامعه التكنولوجيه انه تبقى في داخلك حقيقه، ولذلك انا اسميها حبيبتي الاولى وافتخر بهذا الشيء، وحاليا انا على راس الهرم اقود هذه الجامعه حقيقه. نطمح انه تكون هذه الاشياء اللي نقدمها الى جامعتنا هي كفيله برد هذا الدين اللي 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 حملتنا اياه الجامعه التكنولوجيه منذ ان كنا في مرحله البكالوريوس والماجستير وما بعدها قياده الجامعه في مختلف ان شاء الله ان شاء الله تكون دائما مثل ما عرفناها الجامعه التكنولوجيه وبقيه الجامعات اكيد. خليني اروح لدكتور مازن ونبذه بسيطه عن سي فيك. دكتوراه تربيه بدنيه علوم الرياضه والارشاد السياحي، 7 براءات اختراع. أنا من قرأت 7 براءات اختراع اجتزأت من عندهم كم براءة اختراع، لأن هواية من عندهم جهاز لتطوير سرعة الاستجابة الحركية عام 2020 والمنظومة الهوائية ومنظومة احتياطية لإيقاف السيارة والتقليل من سرعتها. هذا الكم الهائل من براءات الاختراع يولد عند الشباب نوع من يعني يشوفون قدوة، بالتالي انه يعرفون رئيس جامعتهم في واسط هو عنده هيجي هيجي امكانيه وهيجي براءات اختراع. احكي لنا عن هذا حقيقي. شكرا جزيلا للاستضافه وشكرا لزملائي الاساتذه وكذلك مشاهدينا وقناتكم المباركه. براءه الاختراع اعتقد انه هذا السي في شويه قديم، انا عندي 15 براءه اختراع وعندي 5 إلى 6 براءات في الجهاز المركز التخصيص والسيطره النوعيه الملكيه الفكريه، وهذه البراءات ليست في تخصصي فقط بل في كل التخصصات. ابحث اليوم عن براءه كبيره جدا وهي إن شاء الله سوف تغير الكثير من مسألة الطاقة، وهذه الطاقة اعتمدت على الطاقة الهوائية ابتداء من كيفية إنشاء هذه الطاقة كيفية توليد هذه الطاقة على الهواء، بالتالي لدينا براءة كبيرة جدا إن شاء الله سوف تكتمل قريبا. عملية براءات الاختراع في جامعة واسط ومعارض الاختراع في جامعة واسط والحاضنات التكنولوجية، جامعة واسط متميزة عن الجامعات العراقية والعربية والدولية بوجود حاضنة تكنولوجية وكذلك احتضان الموهبة. أحد الإخوان طالب في الصف السادس الأدبي في يوم من الأيام كان لدينا لقاء معه بسيط وقال لي لدي أفكار لبراءات اختراع. حقيقة أنا لا أستهين بأحد ولا بقدرات كل الإخوان وكل الطلبة، قلت له تعال لي يوم غد لنتباحث حول هذه البراءة. هو رجل بسيط يعمل في الحي الصناعي بالضلاعة، وكذلك في اليوم التالي أتى وتناقشنا على البراءة. قلت له لا، يجب أن نعدل في هذا الموضوع ويجب أن نعدل في هذا الموضوع. البراءات التي أختارها يعني لا توجد. إلى سؤال يعني باب الجامعة هو مفتوح لمن طبعًا لديه كل الموهبة الموجودة كل الموهبة الموجودة في من أبناء محافظة واسط وأبناء العراق نتبنى هذه الموهبة. أبوابنا مفتوحة من خلال الحاضنة التكنولوجية، وبالتالي نعود لما أسلفنا عليه. عملية براءة الاختراع لهذا الرجل، براءة الأولى كانت قبل سنتين، اليوم لديه 10 براءات الاختراع بمساعدتنا حقيقة ومتابعتنا، وكل البراءات ليست براءات عادية إنما هي براءات متميزة. في الفيزياء لدينا، في الكيمياء لدينا، في السيارات لدينا 4 إلى 5، في الميكانيك لدينا، وبالتالي الحمد لله والشكر اليوم كل جامعة واسط أعتقد هي لديها عدد كبير من براءات الاختراع تتميز عن الجامعات العراقية رغم قلة عدد التدريسين الموجودين في هذه الجامعة. يعني
يعني خليني ادخل بمود سياسه الجامعات العراقيه وكيف تدار وكيف يتم العمل داخل الجامعات. عذرا على هذا السؤال لكن لازم ينطرح دكتور. قرارات الاعتراف بالجامعات العراقيه هل هو مسيس؟ يعني هم يخضع الى سياسه؟ يعني قبل احنا نعرف انه جامعه بغداد هي الاولى وبعدين من ضمن الجامعات الموصل والبصره وغيرها وغيرها وغيرها. هسه دنحس عباك اكو فد شيء بالسوشيال ميديا او حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يحاولون يخلقون فجوه كانما الجامعات العراقيه هي لا شيء. نعم. شنو السبب؟ الحقيقه يعني لا يخفى عن الجميع اكو ثوره تكنولوجيه كبيره بالعالم. وهنالك تركيز كبير على البحث العلمي وتوضيح نتائج البحث العلمي. وعادة الجامعات لا تكون ناجحة ما لم تكون مخرجاتها ونتائجها تسوق في سوق العمل. اليوم الجامعات العراقية مرت في فترة من الفترات حقيقة كانت محدودة الموارد، معزولة عن العالم بشكل كبير. لكن منذ عام 2008 عندنا بدا يعمل نظام الابتعاث، وكان هنالك مسارين للابتعاث، مسار وزاره التعليم العالي ومسار المبادره التعليميه اللي كان هدفها ارسال 10,000 مبتعث الى خارج العراق. هذا الحق خلق لنا فد نوع من التغير في وضع الجامعات العراقيه بشكل عام. الجامعات العراقيه اليوم اصبحت حقيقه دخلت مدخل منافسه مع الجامعات الاخرى بالعالم. على الرغم من التحديات الكبيرة، اليوم جامعاتنا دخلت في كل التصانيف. يعني كان هو التحدي دائما أن الجامعات العراقية هي بعيدة عن التصانيف الدولية للجامعات. لكن سنة بعد سنة نجد أن جامعاتنا تدخل التصانيف. يعني بدأوا مثل قبل، عذرا للمقاطعة دكتور، مثل قبل نشوف أكو مبتعثين أجانب وعرب يجون لجامعاتنا. يعني ليش ما يضاء عليهم؟ يعني الآن سابقا كان أكو مبتعثين وطلبة يدرسون في الجامعات العراقية، كانت البيئة تساعد على هذا الموضوع. الآن مؤخرا معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أطلق مبادرة أدرس في العراق، وهذه انعكست أدرس في جامعة بغداد أو أدرس في جامعة المستنصرية وهكذا. اليوم احنا في جامعة بغداد أعلننا عن 660 مقعد زمالة دراسية على مستوى الماجستير والدكتوراه مدفوعة الثمن. الاستقطاب الطلبة الأجانب. جزء من سمعة الجامعة أن يكون بها طلبة أجانب، أن يكون بها أساتذة أجانب، أن يكون هنالك اتفاقيات للتعاون العلمي بين الجامعات العراقية. ما شاء الله، يعني ترى تدريسها كبير مو مثل والجامعات الأجنبية. يعني حقيقة الآن أكو اتفاقات ما بين الجامعات العراقية، أتكلم عن جامعة بغداد، اتفاقات مع جامعة بغداد مع جامعات أخرى. أعطي مثل، كان هنالك اتفاق بين جامعة بغداد وجامعة سوينبيرن الأسترالية. كنا نبتعث طلبتنا في برنامج 1+2+1. الطالب يمضي صف أول في جامعة بغداد، سنتين في أستراليا في جامعة سوينبيرن، ويعود إلى جامعة بغداد السنة الرابعة. وشهادته تكون هي ياخذ شهادتين، شهادة من جامعة بغداد وشهادة من جامعة سوينبيرن. الجميل انه طلبتنا اللي ابتعثهم كنا حققوا مراتب متقدمة على الطلبة اللي في استراليا. يعني كان هنالك اتفاق انه الطلبة اللي يحققون معدل 70 فما فوق يمنحوهم شهادة دكتوراه زمالة للدكتوراه مجانية. نعم. احنا طلبتنا اللي ذهبوا 48 طالب من اصل 50 حصلوا شهادة دكتوراه. حلو. احنا نعرف انه الطالب العراقي او الشخص العراقي هو عنده ذكاء، عنده معرفه. لكن نفس الوقت عندما نتكلم الان على الجامعات العراقيه، الجامعات العراقيه بشكل عام تحتاج الى خطه طموحه للنهوض وتحتاج الى دعم كبير. اليوم هنالك محددات كبيره تواجه الجامعات العراقيه. المحددات الماليه، الاستقلاليه في الجامعات، هذا هو هذا اهم شيء، هذا الحريه الاكاديميه نتكلم عنها. حقيقه هذه مؤشرات فضلاً عن حرية التواصل مع المجتمع الخارجي. اليوم لا يمكن أن يكون العلم محصور في بيئة محددة. العلم اليوم هو يتبادل ما بين المؤسسات التعليمية. الشراكات أصبحت اليوم على سبيل المثال الهدف 17 من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، يقول هو الشراكة من أجل تحقيق الأهداف، وهذا هو هذا واحد من الأهداف المهمة.
اليوم الجامعة يجب أن تكون تبني شراكات مع المجتمع مع بقية المؤسسات من أجل أن تحقق أهداف المجتمع وأهداف الجامعة. وهي بالتالي رفعت المجتمع. فالآن إحنا لاحظ الجامعات العراقية، وأقول إحنا لله الحمد كل التصانيف دخلنا بيها، آخرها كان تصنيف شنغهاي. تصنيف شنغهاي كان تحدي للجامعات العراقية أنه ما ظهرت. العام الماضي ظهرت جامعة بغداد في موضوع الباي سبجكت اللي هو في قسم الهندسة الكيميائية، وكان ترتيبنا بشكل جيد. أنا أعطيك الآن خلال الفترة الأخيرة خلال الأسبوعين الماضية ظهرت تصنيفات كيو اس على مستوى المواد الدراسية باي سبجكت يسموه. ظهرت سبع تخصصات لجامعة بغداد، كثير من الجامعات العالية ما ظهرت بها. فأكو أشياء يعني حقيقة يعني تنفذ وتحقق على أرض الواقع، لكن الحقيقة لا يشار إليها بشكل واضح. أعطي مثل لإنجازات كبيرة يعني في جامعة بغداد. عذراً على المقاطعة دكتور، يعني مثل هيك إنجازات ليش نشوف وجودها ضعيف بوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا أحطيك في شيء آخر. أحطيك شيء آخر مهم. إحنا عقدنا معرض نتاجات علمية لجامعة بغداد. هذا أنتجنا يعني عرضنا به 500 منتج، أكثر من 500 منتج. وهذه المنتجات هي قابلة للتسويق بشكل مباشر لسوق العمل. هذه النسخة الثانية هذا العام. أما أن النسخة الأولى كانت 420 منتج في نيسان 2021. الآن في هذا الشهر النسخة الثانية وكان أكثر من 500 منتج. هذه قابلة للتسويق، يعني يجون الشباب يعتبروا مشروع ريادي، يأخذ الأفكار إشراف الجامعة يوجه الموضوع، وإذا بالنتيجة الأساتذة يشوفوا عليه، وإذا بالنتيجة راح يكون عندنا مشروع ذو فائدة للشاب نفسه، يكون مجموعة شباب يكونون مشروعهم، زائد أنه آثار وانعكاسات على المجتمع بشكل جيد. يعني نعرف هذا لازم نتحدث به دكتور، الموضوع أنه اللي يطلعون شبابنا اللي يطلعون من الجامعات ويتجهون إلى أرض الواقع. بس عذرا على المقاطعة خليني أسأل دكتور أحمد قبل الروح لفاصل، الجامعة التكنولوجية تخرج في كل سنة نماذج كثيرة من الطلاب الجيدين كذا، على أرض الواقع الاستفادة منهم وين؟ طبعا سؤال جدا مهم حقيقة. في الآونة الأخيرة أنا أضيف نقطة كلش مهمة، صار عندنا توجه حثيث حقيقة باعتبار احنا الجامعة الوحيدة اللي هي تعتبر من الجامعات التخصصية. اللي تنطي فقط علوم هندسية وعلوم، يعني متخصصة بالعلوم والهندسة ما نسميها. فحقيقة شفنا انه تسويق خريجينا يعني عندهم سوق عمل جيد، خلينا نقول اذا ما كان بالقطاع العام او القطاع الحكومي فهو بالقطاع الخاص. باعتبار يعني على سبيل المثال شفنا في التجربة مهمة جدا وهي شارع الصناعة اللي موجود مقابل الجامعة التكنولوجية. نعم فعلا. شفنا مليئين بخريجي الجامعة التكنولوجية حقيقة، هم يخرجون يعني حبوا فكرة دراستهم قضايا الحاسبات والموبايل وهذه الأشياء كلها الحديثة. فحقيقة سوينا مبادرة في الآونة الأخيرة، يعني قبل سنتين اشتغلنا على هذا المشروع، ولله الحمد الآن المشروع سيطبق. يعني إن شاء الله اليوم كان عندنا محاضرة في هذا الموضوع تعريفية عن موضوع ما يدعى بمشروع كبير جدا يسموه الإيكو سيستم. الإيكو سيستم هو مشروع يعني نواة لمشروع ضخم جدا، هو تشغيل الطلبة أو تشغيل عفوا خريجي الجامعات العراقية ومنهم خريجي الجامعة التكنولوجية. جدا مفرح حقيقة. هو نواة انطلقت في الجامعة التكنولوجية من مبادرة صغيرة سميناها نادي المخترعين التكنولوجيين أو نادي المخترعين. قلنا كل طالب أو كل خريج عنده فكرة قابلة للتطبيق خليه يجي يطرح هذه الفكرة. إحنا علينا المعرض، علينا تسويق نتاجاته، علينا ندعمه، علينا نسوقه لسوق العمل أو للشركات. حقيقة نجحنا نجاح مذهل في هذا الموضوع. صح نماذج قليلة ولكن على مستوى الجامعة يعني كانت لهم فد واقع كلش كبير. انطيك فد مثل بسيط جدا. واحنا لازم لان هذا لازم تشير الى الموضوع دكتور، موضوع جدا جميل جداً. والشباب اليوم اذا يتابعنا راح تنفتح له افاق. اكيد انا اوعد الشباب ان شاء الله سينطلق المشروع الايكو سيستم في الجامعه التكنولوجيه يوم 4/5 ان شاء الله بعد العيد مباشره. حضروا اموركم.
بالتأكيد الدعوة عامة للجميع ومفتوحة للجميع. أنا أذكر لك فد مثل بسيط جدا. خريجي قسم علوم الحاسوب في الجامعة التكنولوجية، بعض من عندهم اشترك في نادي المخترعين بالبداية، حاليا يشتغلون في شركة جوجل يعني ومشاريعهم الخاصة، وبدوا بدوا يوظفون يعني بدا هو خريج وبدا يوظف من زملائه والى اخره. هو موجود اللي يريد يعني يطلع على تجربتهم موجوده في الجامعه التكنولوجيه ويقدر يسالهم ويقدرون يتبنون كثير من المشاريع الصغيره اللي احنا نسميها. انا حقيقه ما اروح مع شباب على سبيل المثال مشروع يكون هو فتح سوبر ماركت او فتح مثلا فد اسواق بسيطه او الى اخره. ما بيها ابداع يعني، مع احترامنا لها بالضبط اي ابداع. شوفي هو خريج هندسه علوم او باقي التخصصات كلها محترمه، لكن حرامات يضيع هذا تخصصه في مجالات يعني حقيقه تسويقيه يمكن تدر له بالنفع الى حد ما، ولكن بالتاكيد هو ما راح يمارس اختصاصه. لكن في حين من هي دعوة منك دكتور أحمد أنه الشباب مفتوح لكم شهر الخامس بأربعة خمسة إن شاء الله سينطلق المشروع الإيكو سيستم من الجامعة التكنولوجية كنواة لكل الجامعات العراقية أنه تستفاد من عنده، وبالتأكيد تقدر تشغل خريجيها. هذا طبعا لا يتحمل أي أعباء مالية على الجامعة أو على الكذا، هو مشروع لطرح المشاريع وتبني هذه الأفكار بمشروع مصغر، وثم الخريج يأخذ فرصة. كل التوفيق إن شاء الله بهذا الموضوع، وفكرة حلوة. واليوم يمكن هذه حلو الموضوع اللي طرحته راح يكون يعني جديد أنه يعرفوه الشباب من خلالنا ومن خلال محطتنا. احنا راجعين وياكم دكاترتنا وأساتذتنا الأعزاء، لكن خلينا نروح وياكم مشاهدينا إلى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين بحلقة برنامج المحطة وهذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع الدكاترة الأفاضل اللي وياي. واليوم الحلقة يعني معلومات علمية على معلومات إن شاء الله تفيد الشباب. خليني شوية أروح لدكتور مازن وسؤال من المجتمع وما يدور في المجتمع، واعذرني على طرحه مبدئيا، لكن اليوم الجامعات الحكومية هل إلها فد يد بعزوف بعض الشباب عن دراسة الماجستير في داخلها والذهاب إلى الخارج؟ هل هي شيء سياسي؟ هل هو أمر متفق عليه؟ يعني ليش نشوف اليوم الشاب العراقي ما يدرس بالجامعة، لا يروح قبل لدول وعذرا على الكلمة ممكن حتى يشتري الشهادة بفلوس؟ حقيقة هذا السؤال بجانبين. الجانب الأول هي عملية المعدلات وعملية الطاقة الاستيعابية لجامعاتنا وكلياتنا ومعهدنا في كل التخصصات. فمبدئيا الطاقة الاستيعابية للجامعات، ونحن في هيئة الرأي أكثر من مرة استجابة لمطالب شبابنا، حقيقة كانت هنالك توسعة أولى وتوسعة ثانية، وكانت التوسعة الأخيرة ما يقارب 5 مقاعد لكل دراسة، وهذا شيء كبير جدا. هذا الموضوع فيه ضوابط كثيرة جدا، عملية القاعات الدراسية، الطاقة الاستيعابية للقسم العلمي، كذلك عملية الإشراف للأساتذة، القانون العراقي كل أستاذ يجب عليه أن يشرف على 5 طلبة فقط، وبالتالي هنالك إقبال كبير على إكمال الدراسة وطموح للجميع. وبذلك جامعاتنا حقيقة هو استحقاق، وبالتالي هنالك منافسة ومعدل مفاضلة وامتحان، وهذا الامتحان يؤدى في يوم واحد، وتصحح الدفاتر الامتحانية للامتحان المفاضلة في الدراسات العليا، وبالتالي تظهر النتائج خلال نفس يوم الامتحان، وبالتالي هنالك شفافية كبيرة بعملية قبول الطلبة وفق معدل المفاضلة والمعدل يعني العام للطلبة. لا توجد تدخلات في الجامعات العراقية وبالخصوص بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع كل مادة دراسية أو كل قسم علمي فيه 6 إلى 5 إلى 7 مواد. التصحيح يكون لأساتذة من نفس القسم بأعلى المراتب العلمية بروفيسور، وبالتالي هنالك تصحيح لدفتر واحد ولسؤال واحد ولإجابة واحدة، وتوزع هذه الدفاتر على الأساتذة وبشفافية عالية، وتظهر نتائج الامتحان المفاضلة، وبالتالي هنالك مفاضلة أخرى تضاف إلى مفاضلة الامتحان التفاضلي، هي المعدل له نسبة معينة ونسبة معينة أخرى على الامتحان التفاضلي. عذرا أنا راح شوية أطول بهذا السؤال. نعم. لعد ليش
بهذه الفتره يعني صار كم سنه دا نشوف اكو تزايد باعداد اللي دا يدرسون ماجستير في خارج العراق، هل هو بسبب الانفتاح لو بسبب انه يشوفون هناك اسهل؟ يعني الموضوع هناك اسهل. الدراسه في العراق حقيقه تختلف عن الدراسه في كل دول العالم، وبالتالي استفاد الدكتور وجناب الدكتور ان الطالب العراقي مميز ولده لديه عقل كبير جدا، اينما يذهب هو مميز. كل الطلبه المبتعثين من الجامعات العراقيه حتى ذوي المستويات ليسوا من الاوائل، وبالتالي هنالك يحقق مراتب متقدمه، دائما يكون هو بالمرتبه الاولى والثانيه بكل الجامعات العالميه، ونشاهد كثير من طلبتنا يدرسون في الجامعات وهم عمداء وهم رؤساء الاقسام، فلذلك العقل العراقي مميز، ومتفقين على هذا الموضوع، ليست عنصر للعراق ولكن العقل العراقي هو العقل المميز بين دول العالم، وهذه شهادات كبيره واختبارات حققت ذلك الأمر. التنمية البشرية الكبيرة جدا والموارد البشرية الكبيرة جدا، كذلك الانفتاح، كثير من طلبتنا كل موظفي الدولة اليوم يدرسون في الخارج. لعدم سعة جامعاتنا وكلياتنا الطاقة الاستيعابية، ونحن فوق الطاقة بالمئة تقريبا، ازددنا من عملية التوسعة، وبالتالي نحتاج إلى عدد كبير من الأساتذة، واليوم الإمكانيات المادية بسيطة جدا والموازنة خالية وصفرية للتعليم العالي، وإن يعني شاء الله نرجع للسياسة، وبسبب السياسة دي يصير عندنا هذا. ليست سياسة، وإنما توزيع غير عادل الموارد بين وزارات الدولة، فموازنة العراق للتعليم العالي هي 1%، ولكن بعد الآن قدمت دراسات كبيرة في هيئة الرأي وذهبت إلى البرلمان، وكانت هنالك قناعة كبيرة بتمويل الجامعات العراقية. اليوم الجامعة العراقية تعتمد على التمويل الذاتي من خلال الدراسات المسائية، الدراسات الخاصة، النفقة الخاصة، يعني غنية، يعني من يعني حرام انه طالبنا بدل ما يدرس يمنا يروح يدرس ببلدان اخرى، هذه هم مصاريف وهم امور، واحنا نستفاد. كل الجامعات اليوم استحدثت كثير من الدراسات حتى تستقطب ابنائنا، العمله الصعبه تذهب الى الخارج، وبالتالي لا تقارن الدراسه في العراق مع الدراسه في كل دول العالم، حتى في استراليا، في الولايات المتحده الامريكيه، الطالب العراقي ياخذ كميه كبيره من العلوم والمعرفه التي تحصنه وتجعل منه استاذا كبيرا في المستقبل، فبكالوريوس العراق يعني اعتقد انه اعلى من شهادات الاخرى في دول الجوار وفي دول العالم. دكتور حميد شوي هم راح شوي لا هو انا عندي اضافه على كلام الدكتور. بالاضافه الى الاضافه اريد رايك بالجامعات الاهليه الموجوده بالعراق، وبكل صراحه، وهل هناك يعني تلاعب او نقدر نقول يعني اتفاق على انه تكثر الجامعات الاهليه والشباب بدل ما يروحون للجامعات الحكوميه يروحون للجامعات الاهليه؟ لا هو بالتاكيد اولا الاهليه هي الجناح الثاني للتعليم العالي بصراحة، يعني إذا كان هناك خلل في التطبيق لدى البعض فهذا بالتأكيد لا يلغي فكرة بأن التعليم الأهلي والتعليم الخاص هو ركيزة مهمة من ركائز التعليم العالي، بالأفضل الجامعات في العالم هي جامعات خاصة وجامعات أهلية، لكن المشكلة عندنا بالتطبيق هنا، ربما فلسفة البعض يعني في الجامعات الأهلية يذهب باتجاه الربح واتجاه المال أكثر من الحديث عن الرصانة العلمية والتوجهات العلمية، لكن أنا ربما هي هذه النقطة بالذات خليني أشير ربما إلى موضوع السياسة وتأثيرها. يعني الآن الجامعات الحكومية هي يعني بخلاف الجامعات الأهلية، الجامعات الأهلية تعتمد على نفسها بما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالإنفاق على البحث العلمي، على تطوير، يعني عذرا قسم يقول الربح أهم من الدراسة، يعني ربما هذا ما يقال، يعني أنا مو معني بالتقييم لكن خليني فقط يعني أعطي مقارنة. بالتالي مواردها المالية، الضوابط والآليات للصرف عندها أسهل بكثير. مشكلة الآن إذا تحسبين، يعني أنا رئيس جامعة منذ 2019، يعني يمكن منتصف 19 جينا كان أكو موازنة، لكن 20 ما كانت هناك موازنة، 21 ما جت موازنة فقط تشغيلية فقط رواتب، ال 22 ماكو موازنة، الآن 23 احنا بشهر رابع ماكو موازنة، كيف تتوقعين انه واقع الجامعات الآن
كنا الموجودين الآن الجامعات الأربعة الآن تعاني من موضوع الموازنة وموضوع الأجور وما إلى ذلك، حتى فيما يتعلق بالآلية اللي وضعتها وزارة التعليم العالي منذ عام 2016 اللي هو التعليم الموازي اللي هو موازي حكومي، يعني بعض التخصصات اعتمدت الجامعات بعد يعني تنظيم داعش والإرهابي وضعف إمكانيات الدولة أو تسخيرها للجهد العسكري، عانت الجامعات من صعوبات كبيرة جدا، فلجأنا إلى آلية اللي هي التعليم الموازي اللي هو ربما بمبالغ أقل بكثير من التعليم الأهلي، حتى هذه الآن خضعت لي يعني تخفيض كبير جدا بحيث أصبحت ما تكفي بشكل واضح، فالجامعات الحكومية بدأت تعاني من قلة إيراداتها من قلة مواردها. يعني هذا السبب اللي خلى أنه الجامعات الأهلية تتسيد في بعض الأحيان على الجامعات الحكومية؟ لا، إحنا بالنتيجة ما نتحدث عن تسيد بقدر ما لحد هذه اللحظة الآن عندما تتحدث عن شهادة في جامعة بغداد أكيد. أو المستنصرية أكيد. أو التكنولوجية أو واسط بالتأكيد ما تقارن مع إلها اسمها إلها تاريخها ما تقارن مع الجامعات الأخرى مهما كانت. هذا اللي نريد نوصله. هذه مرتبط ب يعني موضوع المستوى العلمي ومحافظتها على المستوى العلمي، ولهذا تلاحظين حتى فيما يتعلق بالدراسات المسائية اللي هي مصدر من مصادر التمويل لجامعاتنا على أقل تقدير باب من أبواب فك الاختناقات نلاحظ حتى هذه الأعداد بدأت تضعف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب ذهاب الكثير إلى التعليم الأهلي. عندما تفتش عن الأسباب تجد بأنه التعليم الحكومي لا زال محافظ على قوته ولا زال محافظ على التقاليد اللي تعتمد على التعليم أولا قبل كل مفاهيم أخرى، هذه إن شاء الله موجودة لدى التعليم الأهلي ولدى الجامعات الأهلية، لكن إحنا الآن في معرض الحديث عن جامعاتنا الحكومية على العكس أنا أرى في السنوات الأخيرة ذهاب أو يعني ربما تجديد في الجوانب العلمية بشكل واضح جدا، ويمكن أثمرت عن اللي تحدث عنه دكتور منير فيما يتعلق بالتصنيفات فيما يتعلق بالبحث العلمي. الآن الجامعة المستنصرية مثلا لديها أكثر من 11 إلى 12 ألف بحث رصين في مستوعبات عالمية رصينة مثل سكوبس وكلاريفيت، والجامعات الأخرى هكذا. لدى الدولة العراقية الآن لدى وزارة التعليم العالي أكثر من 100 ألف بحث، وبالتأكيد عاد العراق من جديد بقوة في مجال البحث العلمي. هذا الرصيد الأكبر يقع على الجامعات الحكومية، الجامعات الكبرى بغداد، المستنصرية، الموصل، البصرة، التكنولوجية، واسط، هاي كل هذه الجامعات اليوم تحقق طفرة نوعية. السبب في تقديري رغم هذه الظروف رغم هذه الصعوبات ولكن لا زالت محافظة على تقاليدها العلمية الرصينة. خليني أرجع بالسؤال لدكتور منير، الجامعات العراقية ومن يتخرج منها، السؤال يعني سألت بطريقة ما للدكتور أحمد لكن أعيده بطريقة أخرى، نتاجاتها على أرض الواقع ما يدرس في الجامعات العراقية، كنا نعرف أنه المناهج اللي تدرس في الجامعات العراقية هي من أفضل المناهج اللي موجودة بالمنطقة أو ممكن حتى بالعالم، الدليل أنه الدكاترة في بريطانيا وغيرها وغيرها هم عراقيين ودرسوا ممكن بالعراق، المهندسين أيضا عراقيين ومنهم فطاحل في الهندسة وكذا، ليش من نجي على أرض الواقع؟ قبل شوية ذكر دكتور أحمد أنه دي يسوون فد فكرة، هذه الفكرة تخدم الشباب وبالتالي تظهر نتاجهم، ليش دا نشوف على أرض الواقع الطالب العراقي من يتخرج كأنما الشهادة نساها صارت وراء، ما صارت على أرض الواقع، ما استفاد من عندها، هل هي بسبب الضيق المعيشية؟ هل هي بسبب أنه يعني نرجع ونقول أنه سياسة البلد صارت أنه الشخص لازم يفكر بالعيشة مو بالدراسة وكذا؟ أريد أفهم من عندك دكتور. شكرا ست بتول، أنا أعتقد المشكلة هي مشكلة تشمل المنظومة كاملة بالبلد، والحل إذا يطرح فيطرح بصورة تكاملية. اليوم هي المشكلة هي ليس مشكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم المشكلة هي تتوزع على الوزارات وتبدأ بوزارة التخطيط. وزارة التخطيط ترسم لسياسة البلد وإلى مستقبل البلد وإلى نشاطاته، وكل الوزارات الأخرى بما فيها وزارة التعليم هي أدوات لتحقق ما نذهب إلى تخطيط المستقبل هذا البلد.
اليوم نلاحظ عندما ينشط قطاع الصناعة في البلد وينشط قطاع الزراعة وتنشط القطاعات الأخرى ستكون بيئة مناسبة لجذب الخريجين إلى هذا المكان. نعم. وعندما أكون يعني أتكلم عن نشاط في القطاع الزراعي لا أتكلم عن النشاط الحكومي وإنما هو النشاط الخاص اللي يعمل بهذه الطريقة. نعم. وكذلك الصناعة، فعندما نشجع كل النشاطات تعمل سواء كانت خاصة أو حكومية بالتالي سنجعل فرصة مناسبة للخريج. إحنا الآن مطالبين بالجامعات العراقية، يجب أن نهيئ الطالب الخريج من عندنا أن يكون مناسب للوظيفة التي خصصت بالاختصاص مالته. يعني ما أتكلم اليوم أن أخرج موظف يعمل في وزارة معينة، أنا أخرج اليوم على سبيل المثال طبيب يعمل في اختصاص الطبي أو مهندس أو علوم، ما هو التخصص يكون مناسب لهذه الوظيفة. هذا دا يحدث حاليا في الجامعات بصعب. يعني أنا راح أعطي مثل على أشياء تغيرت لدينا. نعم. يعني هنالك أنظمة للتعليم الطبي تغيرت في الجامعات العراقية، في عدد من الجامعات العراقية. نعم. واعتمدت فرضيات جديدة واعتمدت كذلك على طرائق تدريس جديدة. يعني على سبيل المثال في الطب اليوم بدأ يعتمد النظام التكاملي، وإن كان هنالك جدلية على اعتماد هذا النظام، لكن هو بالنتيجة فرضيته تسمى التعليم المبني على المشكلة، يسمونه problem based learning. نعم. عندما أعلم الطالب لازم أعلمه على شيء محدد، بالتالي عندما أعلمه على مرض معين أعلمه على راح يبدع به وراح يعرف راح يتعلم كل هذا الموضوع يلم به، ما راح يأخذ الأشياء الجانبية التي ليست لها علاقة. عندما أتكلم على تخصصات جديدة بالمجتمع، عندما أتكلم على سبيل المثال لا أتكلم على الهندسة الميكانيكية لوحدها بذاته، أتكلم اليوم عن تخصص الهندسة الميكاترونيك مثلا، أتكلم على التقنيات الإحيائية، أتكلم على تخصصات جديدة. إحنا اليوم بالعراق يعني نتكلم على حافات العلوم والتي نحن أحيانا لا نمتلك مقومات تكنولوجية مادية هي مناسبة حتى نطور هذا الموضوع. يعني طلعت قبل شوية حضرتك تقولين الكليات الأهلية أو الكليات الحكومية، أنا أقول اليوم مو من مصلحتنا بالبلد أن نخرج ناس من كلية نعتقدها هي ضعيفة، يجب أن نعمل جميعاً أن يكون مخرجاتنا في كلهم بالحكومية والأهلية أن تكون المخرجات. بصراحة يعني ماكو أشخاص يريدون للعلم في العراق أن يرجع إلى الوراء؟ خلي أقول بصراحة أنا بعيد عن السياسة، لكن أنا أقول اليوم إحنا مو من مصلحتنا يتخرج طبيب أسنان من جامعة حكومية أو جامعة أهلية هنالك تمايز بيناتهم، لأن اليوم المريض عندما يذهب للعيادة من يجدع العيادة أنه هذا الطبيب أو خريج جامعة بغداد أو خريج جامعة كذا الأهلية. اليوم مصلحتنا اليوم واحدة من سياسات الوزارة أن تجعل توأمة وتجعل رابطة ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، وبالتالي اليوم أقعد من نهاية العام الدراسي امتحان تقويمي، الامتحان التقويمي الطالب ما يقدر يتخرج إذا ما ينجح بهذا الامتحان. فهذا أصبحت فد عتبة إذا عبرناها بالكليات الأهلية صرنا مؤهلين لسوق العمل، وكذلك نحن في الجامعات الحكومية يجب أن نعبر هذه العتبة. أقول اليوم الموضوع هو مو موضوع النظر إلى هذا حكومي وإلى هذا أهلي، إحنا النظر مالتنا مستوى خريجينا ومخرجاتنا يجب أن يكون مناسب لسوق العمل. هاي السياسة الآن يعني أنا أشكر دكتور حقيقة سيد رئيس الجامعة المستنصرية عندما يتكلم يقول هما جناحين للتعليم الحكومي والتعليم الأهلي، هما جناحين الوزارة تطير بيهم حتى تحقق الأهداف. تخرج جيل يمكن أن يعتمد عليه في السوق وفي الشارع وفي فلو كان عندنا أحد الأماكن اللي هو بي يعني ملاحظات اليوم الوزارة تسعى بشكل جاد أن تقيم الكليات الأهلية وتوفر البيئة المناسبة للتعديل والتحسين والتطوير، وهذا ينطبق علينا بالجامعات الحكومية. إحنا كذلك مطالبين أن نحسن وأن نطور وأن نبحث عن عناصر الإبداع. كل اليوم واحد من الأشياء اللي نتكلم إحنا فاقديها في الجامعات العراقية هي ما يسمى بالحدائق التكنولوجية ساينس بارك. هذه الآن كل جامعة بالعالم تضع، وهذا اليوم أخذنا سياسة أن في جامعة بغداد وأنا متأكد الجامعات الأخرى تنظر إلى للتخطيط القريب أن الجامعة تضع في هذا شنو حدائق المعرفة. هذه هو عبارة عن النتاجات اللي تحقق في الجامعة تكون متاحة لكل المستثمرين لكل الزائرين لكل الشباب أن ينظرون كيف يستفادون من هذه الأشياء. نعطي مثال، لو طورنا صنف في زراعة الحنطة ونقول هذا الصنف فأنت كذا ونسوق
او اكو عندنا واحد من الباحثين يشتغل على طرف صناعي للركبه الصناعيه. نعم. عندما يكون موجود هذا الطرف يجي واحد من الخارج يقول انا اقدر استثمر هذا الموضوع واسوي مشروع. وهكذا لبقيه الاشياء. اليوم احنا بالجامعات العراقيه في سياسه للجامعات احنا نذهب باتجاه ان يكون نتاجنا متاح للاخرين وان نكون منفتحين ان نسمع من الاخرين. هذه سياسات الاستفاده من الدراسات سيمينارات وغيرها وغيرها اللي موجوده بداخل الجامعه على ارض الواقع حتى تنعكس حقيقه اثارها للاخرين على ارض الواقع. يعني وقت البرنامج شرف على الانتهاء، لكن اكو سؤال يطرح باشاره. طبعا الجامعه التكنولوجيه من بحفلات التخرج وغيرها من يمكن اكثر الجامعات اللي تكون حفلات التخرج بها مختلفه. السؤال اللي يطرح باشاره، ليش دا تصير هذه الهوسات بحفلات التخرج وليش دا يرتدون هيك الطلاب وليش هاي؟ اليوم خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هل يعني فرحة الطالب أو ارتداء لزي معين أو كذا لها فد مثلا ضوابط معينة في كل جامعة؟ طبعا هذا السؤال موجه للجميع. هل فيها ضوابط معينة؟ هل تطمحون أنه يكون أكو رفعة بالموضوع، يعني ما يكون هيك اعتباطا زيهم أو لبسهم أو كذا؟ ويمكن عذرا قبل لا أسألك دكتور، الدكتور اليوم لابس زي موحد، لازم ننطي هذا الإيعاز أنه زي الموحد هو شيء جميل بالتالي. فخليني أستمع منك وبعدها أستمع من الدكاترة ونختم حلقة. بالتأكيد هذا الموضوع بالنسبة لنا، يعني أنا أتكلم مو بالنيابة عن زملائي في كل رؤساء الجامعات خصوصا الحكومية، وإنما أتكلم عن الجامعة التكنولوجية. وأتوقع وأنا متأكد أن كل الجامعات الأخرى يعني تحدى حذوة. إحنا في الجامعة التكنولوجية أخذنا على عاتقنا حقيقة من استلامي للمنصب لحد الآن أنه هذا الموضوع يكون، لأنه موضوع حساس جدا وموضوع يمس الشارع العراقي حقيقة، وصار عليه لغط كثير جدا. لذلك أنا ارتئيت يعني أنه تكون حفلات التخرج سميتها مهذبة وأنيقة، يعني يجب أن تكون مهذبة وأنيقة حقيقة، وهذا مشهود للجامعة التكنولوجية في السنوات الثلاثة الأخيرة. وأنا أتفق طبعا بالمناسبة يعني من بداية السنة أتفق ويا خريجي المراحل المنتهية ممثليهم، أخذ منهم تعهد حقيقة أنه الحفلة اللي تردوها تسووها ولكن بنظام الجامعة التكنولوجية، بحيث تظهرون الوجه الحسن للجامعة التكنولوجية. طبعا متطلباتهم أيضا محترمة بالتأكيد، ولكن أن تتماشى مع الذوق العام والذوق الجامعي. وأنا متأكد كل إخواني برؤساء الجامعات، متأكد أنا تماما سواء الحكومي أو الأهلي خلينا نقول، يحذون هذا الحذو. في بعض الأحيان تصير بعض المفردات إحنا نسميها يعني خارج السياقات الأصولية. طبعا بالتأكيد يعني إحنا هذه أنتم تتخذون بها إجراءات؟ بالتأكيد طبعا إجراءاتها قسم منها فورية وقسم منها يحال الطالب أو المسيء أو عائلته إلى مجالس الانضباط وغيرها من التفاصيل. لكن في السنوات الأخيرة أنا أتكلم عن الجامعة التكنولوجية خصوصا، يعني أنت قلتي مميزة بتهذيبها حقيقة. يعني أنا حتى معروف عني أنه قليل الحفلات، يعني أنا ما أسعى إلى أنه تكون هناك حفلة بمعنى الحفل يعني، وإنما هو تخرج للطالب، فالمفروض الطالب ينطي نتاجه أمام أهله. وأصر على أنه كل الخريجين يكونون أهاليتهم وياهم حتى يشوف يعني فرحتهم من فرحة ابنه مثل ما نقول. وهذا هو الحقيقة، هو النتاج الحقيقي للطالب، يعني أنه أمام أهله أنا تخرجت، لبست القبعة مال التخرج وحملت شهادة التخرج وبكل احترام وبكل تهذيب، راح يكون قدوة للمجتمع حقيقة. وأنا أسميها أكو نقطة كلش مهمة، هي أداة لجذب إلى هذه الجامعة. كل أهالينا في الوقت الحاضر حقيقة يسعون إلى أنه ابنهم يتخرج من جامعة مرموقة محترمة ويحمل شهادة أكاديمية حقيقية تأهله لوظيفة خلينا نقول. فبالتأكيد هو راح من يشوف هذه النماذج أمامه أيضا راح تكون هي مدعاة للاختيار. فعلا فعلا دكتور، يعني ببساطة نأخذ عن كل جامعة. دكتور حميد خليني أعرف نفس السياق متبع في المستنصرية، وشون تواجهون الموضوع إذا صار بي يعني بالتأكيد الواحد اللي نحن نتحدث عن جامعات حكومية. نعم نعم. عادة فيها مستوى الضبط عالي كبير جدا. أنا فقط أشير إلى أنه أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور سلبي.
بالتأكيد. يعني ركزت على جوانب السلبية قد تكون ظواهر محددة أو ظواهر محدودة في مكان معين، حاولت تعمم بشكل كبير بأهداف متعددة. يعني بعضها حاولت تشوه صورة الطالب العراقي، بارك الله بهذا الشكل. بارك الله بك دكتور. اخذ منك دكتور الكلام وبعدها ارجع للدكتور لانه وقتنا انتهى. هذا الموضوع ليس موضوعا آنيا، بل هو موضوعا لبناء فكري للطالب ابتداء بالمرحله الاولى الى المراحل المنتهيه، وبالتالي هنالك منظومه فكريه يجب ان تضمن ضمن برامج الجامعات العراقيه. فهنالك اخلاقيات المهنه، وكذلك هذه الحالات لا تكون ظواهر كما ذكرها جناب الدكتور سعاد الدكتور رئيس الجامعة، بل هي حالات فردية وليست حالات، هي حالات فردية، لكن الإعلام لعب دورا كبيرا بإظهار هذه الصورة السلبية للمجتمع. نحن نتذكر قبل عدة أيام كان هناك حفلا كبيرا للجامعات العراقية في العتبة العباسية المقدسة والجامعات الأربعة مشاركة فيها، وكانت حفلة لبنات الكفيل، حفلة مرموقة مهذبة ضمن تعاليم وزارة التعليم العالي وتحاكي أخلاقيات المجتمع العراقي. ليست الحالات السلبية واحدة أو اثنين، لا تعمم حقيقة، لا تعمم. شكرا دكتور. دكتور أخذ من عندك يعني كلام مبسط عمود نختم الحقيقة عليه. أنا أود أن أختار هذا الوقت أن أشكر مجموعة من طلابنا في كلية الهندسة وهندسة الخوارزمية والعلوم اللي راجعني قبل أيام وطلبوا أن يكون حفل تخرجهم ونفقات يجمعوها ويذهبون في زيارة إلى ملجأ أيتام ويشاركون الأيتام الفرحة مالتهم. جميل. وهذا حقيقة فالرسالة جميلة جدا. هذا جانب، لكن الجانب الآخر احنا حريصين مثل ما أشاروا السادة ورؤساء الجامعات أن تكون القيم عالية في الجامعات، ويعني حقيقة هذا التزام الجامعة تجاه أبنائها وعوائلهم كذلك. فعلا. نحن لا نحب أن نشوه من يقوم بحفلات تنعكس على الجامعة بشكل غير طيب، فضلا عن القيم العالية اللي يسوها طلابنا الآن في موضوع التبرع بمبالغ الحفلات إلى الأيتام وإلى كبار السن. فأنا حقيقة هذا موضوع يعتمد على الجهود. بارك الله بك أنه ذكرت الطلاب وذكرتهم اليوم. بارك شكرا الله بك دكتور. شكرا جزيلا لحضوركم ويانا، وضيق الوقت سبحان الله مر الوقت يعني كلش سريع. شكرا لوجودكم. شكرا. وسعيدة جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، ورمضان كريم مرة أخرى عليكم وعلى عوائلكم. مشاهدينا محطاتنا بعدها مستمرة، لا تروحون بعيد، غدا لنا محطة أخرى. إلى اللقاء.